زواج كان يمكن مو قرار الصح. لا هو لما جيت انا انفصل منه قال لي كلمة، قال لي ليش الحين، بعد هالعمر يعني. ايه ليش الحين خذيتي هذا القرار؟ قلت له والله امانة، قلت له علي انا اكتشفت اني كنت جبانة اني اخذ الخطوة هذه. ليش تعودتي الحين امانة كبرتي ما معاه كنت ابي يعني. احد يتشمت احد، مو قلنا من الأساس ما تصلح السالفة ما بس أدري شنو. يعني يا عم